السيد الرئيس، السيدات والسادة، الحضور الكريم. خطوات حثيثة وجهود متواصلة اتخذتها مصر بتوجيهات من قيادة سياسية واعية في سبيل تطوير قطاع التعدين والاستفادة ورفع مساهمته في الاقتصاد القومي وتنمية الاستفادة من الثروات المعدنية والخامات التعدينية، وذلك بانتهاج أفضل أساليب الإدارة الحديثة والحوكمة والتقنيات التكنولوجية المتطورة لتعزيز الخطط الصناعية للدولة بما تمتلكه مصر من ثروات وكنوز معدنية، واستكمالاً لسلسلة المشروعات التنموية العملاقة التي شهدتها مصر على سبيل المثال للحصر المعادن المستخلصة من الرمال السوداء، الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية والبتروكيماويات وغيرها من المشروعات الاقتصادية التي تسهم وبشكل فعال في تعظيم القيمة المضافة وزيادة الدخل القومي. نشهد اليوم أيضاً افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز الذي يعد المشروع الأول من نوعه بجمهورية مصر العربية والدول العربية والأفريقية، والذي يعد نموذجاً لتكامل العملية الإنتاجية بجميع مراحلها لتنفيذ الأنشطة التصنيعية للخامات التعدينية ومنها خام الكوارتز لتعظيم العائد منها ودعم الاقتصاد الوطني. خير ما نستهل به يومنا آيات بينات من الذكر الحكيم مع القارئ الشيخ أيمن عقل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.